بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أحبابي مشاهدي قناة شغل عقلك، النهاردة هنتكلم عن العلاج النهائي لمرض السكر. طبعا مرض السكر ده له نوعين، وطبعا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن هو يشفي كل مريض. ومرض السكر هو ممكن شفاؤه عن طريق التحكم في الطعام اللي احنا بنتناوله. طيب، مرض السكري يعرف بالانجليزية diabetes disease. طبعا disease يعني مرض، بارتفاع نسبة السكر وتحديدا الجلوكوز في الدم، اذ يعد الجلوكوز المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، يتم الحصول عليه من الطعام الذي نتناوله. هناك هرمون يسمى الانسولين، يقوم البنكرياس بانتاجه، هو اللي بيفرز خلايا بيتا في البنكرياس هي اللي بتنتج الانسولين. وظيفة الانسولين دوت مساعدة الجلوكوز على الانتقال من الطعام الى الخلايا، بيحوله من جلوكوز الى السكر العادي اللي هو سكر اللي هو بيصلح ان تتعامل معاه الخلايا، لانه طبعا مختلف، بيحوله. دي وظيفة الانسولين. تقوم الخلايا عندئذ باستخدامه لانتاج الطاقة. تستخدم ايه؟ تستخدم الجلوكوز بعد ما الانسولين يحوله. ينتج مرض السكري امتى بقى؟ ازاي يحصل مرض السكري؟ في حال اختلال مستوى او وظيفة الانسولين في الجسم، يعني يكون الانسولين غير قادر على تحويل سكر الجلوكوز الى السكر اللي هو بيستفيد منه الجسم، او السكر اللي بتتعامل معاه الجسم، اللي بتتعامل معاه خلايا الجسم. طيب، يصدر بالذكر ان هناك نوعين اساسيين من مرض السكر. مرض السكر من النوع الاول، ومرض السكري من النوع الثاني. يعرف مرض السكري من النوع الاول بالسكري المعتمد على الانسولين. ليه سموه بالاسم دوت؟ لانه النوع الذي يفشل فيه البنكرياس في انتاج انسولين. البنكرياس غير قادر على انتاج الانسولين، ويصيب الاطفال والمراهقين في العادة. والنوع الاول ده قليل الحدوث، قليل لما تلاقي الاطفال والمراهقين مصابين بالسكر. اما النوع الثاني هو اللي منتشر بدرجة كبيرة، مرض السكري من النوع الثاني، والمعروف ايضا بالسكري غير المعتمد على الانسولين. فينتج عن ايه بقى؟ بينتج عن ايه؟ عدم قدرة الجسم على الاستجابة بشكل صحيح للانسولين الذي ينتجه البنكرياس. البنكرياس بينتج انسولين، بينتج ايه؟ انسولين، ولكن الجسم ما بيستجيبش للانسولين دوت، ما بيستجيبش ليه، ما بيتعاملش معاه، ويعتبر النوع الثاني اكثر شيوعا، ويمثل حوالي 90% من مجموع حالات المرضى المصابين بالسكري حول العالم. يصيب مين؟ البالغين وكبار السن في العادة. طيب، ومن الضروري اتباع حياة صحية او نظام حياة صحي واخذ العلاج المناسب. طيب، للتقليل من خطر حدوث مضاعفات مرض السكري الصحية. علاج مرض السكري نهائيا، في الحقيقة لا يوجد علاج نهائي، لان طالما في اختلال في تعامل الجسم مع الانسولين اللي بينتج الجسم، يبقى اذا لازم يبقى في علاج. هل نحن نستطيع ان احنا نخلي الجسم يتعامل مع الانسولين اللي بينتجه البنكرياس وبكده نزيل المشكلة؟ ما هو ده العلاج. المشكلة فين؟ في الانسولين اللي بينتجه البنكرياس، لا يتعامل مع الجسم. طيب،
حتى الآن لا يوجد علاج، ولكن في بعض الأحيان قد تختفي الأعراض. ما طالما اختفت الأعراض، طالما الحاجات اللي بتحصل، المضاعفات اللي بتحصل اختفت، خلاص مش مشكلة. طالما المشكلة موجودة بس نتائجها مش موجودة، خلاص. طيب ازاي نشيل نتائجها؟ عندما تستقر نسبة الجلوكوز في الدم، ويتم معرفة ذلك حينها ازاي من خلاص فحص تحليل يسمى فحص السكر التراكمي، تحليل سكر HbA1c، وهو اختبار يقيس نسبة الجلوكوز في الدم خلال 3 شهور سابقة، حيث تكون قيمته أقل من 6. عند هؤلاء المرضى من المعروف أن تغيير نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمرينات قد يساعد على الشفاء من مرض السكري، قد يساعد على تظبيط نسبة الجلوكوز في الدم. بينما لا توجد علاجات طبية متعددة للشفاء أو معتمدة للشفاء تماما، ولا من الجدير بالذكر أن المحاولات السريرية تركز في علاج مرض السكري على ما يلي. محاولات السريرية يعني إيه؟ يعني لما يكون أنا عندي مريض وحطه في السرير وبحاول أعالجه، أنا بركز على إيه؟ إحنا عرفنا إيه سبب المشكلة، قلنا إن 10% من مرضى السكر معتمد على إيه؟ إن الجسم ما بينتجش أنسولين، وده بيصيب الأطفال والصغيرين، وده بنديهم أنسولين، بياخدوا انسولين من صغرهم، ده مفيش حل للمشكله غير كده. طب النوع التاني اللي هو الجسم بينتج انسولين بس مش نافع، مع ما بيظبطش نسبه الجلوكوز، تمام، ما بيظبطش نسبه الجلوكوز. يبقى اذا لما يكون عندي مريض ومحطوط في الايه في السرير، انا بتعامل معاه ازاي؟ بعمل له ايه عشان احاول اعالجه؟ اول حاجه استبدال البنكرياس التالفه باخرى صالحه، ويمكن ذلك من خلال عملية نقل وزراعة خلايا جزر البنكرياس، أجيبها من مريض سليم، من إنسان سليم للمريض، أو نقل بنكرياس كامل جديد، أو استهداف الجهاز المناعي في محاولة لمنع حدوث المزيد من التلف في البنكرياس. ما هو الجهاز المناعي هو اللي بيهاجم خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس، يا ما بيهاجمها بيصيبها تلف فتصبح غير قادرة على انتاج الانسولين، ويصبح المريض مصاب بمرض السكري، وذلك خاصة للنوع الاول من مرضى السكري. يبقى النوع الاول من مرضى السكري اللي بيبقى البنكرياس عندهم تلف، ايه سبب التلف؟ ان هما بيتولدوا كده، بيتولدوا ايه؟ بيتولدوا يروح الجهاز المناعي مهاجم خلايا بيتا اللي بتنتج البنكرياس، اللي بتنتج الانسولين في الجسم، يروح خلايا بيتا كلها ميت، اصبح الجسم غير قادر على انتاج الانسولين فيصبح مريض بالسكر، تمام. يبقى ده النوع الاول، ومع ذلك ما زال هناك وجه من القصور في تطبيق ذلك واقعيا، وذلك للاسباب الاتية. ايه هو الاسباب اللي هي بتعوق العلاج السريري ان احنا نركب بنكرياس، نحط بنكرياس للشخص المصاب اللي هو البنكرياس بتاعه تالف؟ عدم وجود متبرعين كافيين للبنكرياس، ما فيش حد هيرضى يتبرع بالجزء من البنكرياس بتاعه عشان نحطه لواحد مريض، تمام. اختلاف نتائج زراعة البنكرياس بين الافراد، ممكن واحد يحط له بنكرياس في عملية زراعة وبعد كده ما تنجحش العملية، تمام. ممكن بعد كده العلاجات المتاحة لاستهداف الجهاز المناعي ووقف تلف البنكرياس، ان احنا بنحاول نستهدف الجهاز المناعي لان الجهاز المناعي ممكن نمنعه ان هو يموت خلايا البنكرياس، خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس كانت غير فعالة وغير محددة التأثير. استخدام انواع مختلفة من الخلايا الجذعية، ده علاج حديث، كخلايا نخاع العظام او دم الحبل السري في الاطفال، وذلك في محاولة تجديد البنكرياس، واجرية هذه التجارب للنوع الاول والثاني من مرض السكري، وكانت اهم نتائج التي توصلت اليها الدراسات ان الشفاء التام من مرض السكري ممكن امتى؟ بعد زراعة خلايا جذعية، وهو يعد طريق فعال وامن. الخلايا الجذعية دي يعني زي ما تقول كده خلايا خام، احنا بنحطها في جزء من الجسم فبتنتج
فهي ايه بنحطها في جزء البنكرياس دوت، فهي بتبقى زي خلايا البنكرياس. خلايا جذعية، دي معنى كلمة خلايا جذعية اللي ما يعرفش، هي الخلايا الخام اللي ممكن تبقى خلايا كبد، خلايا قلب، خلايا معدة، خلايا جلد، أي خلايا اسمها خلايا جذعية، يعني هي الأساس، هي الجزء بتاع الجسم. طيب، وهو عد طريق فعال وآمن. طيب، الطريقة الأكثر فعالية في زراعة الخلايا الجذعية كانت باستخدام الخلايا الجذعية المكونة للدم، الموجودة في الدم، المكونة للدم اللي فيها الدم، اللي هي موجودة في الدم، بالإنجليزية هيماتوبيوتيك ستيم سيلز. والمرضى الذين تعرضوا للإصابة بالحماض الكيتوني السكري اللي هو اسمه عادة غيبوبة السكر، بالإنجليزية ديابيتيك كيتو سايدس، لا ينصحون باستخدام الخلايا الجذعية للعلاج. المرضى الذين شخصوا بمراحل مبكرة من مرضى السكري هم الذين ايه يصلح معهم هذا العلاج. ليه؟ لان تم اكتشاف مرض السكري عندهم بدري. اما اللي بيحصل لهم غيبوبة السكر والكلام ده ودول خلاص في مراحل متقدمة، مش هينفع معهم الخلايا الجذعية. تمام. من الذين وصلوا لمراحل متقدمة من مرض السكري. طيب، في جراحة ايضا بنعملها، هي جراحة تخفيف الوزن، بالانجليزية باري تريك سيرجري، حيث سيرجري يعني جراحة. تمام. حيث وجد ان الزيادة العالمية في مرض السكري وخاصة في النوع الثاني كانت نتيجة انتشار وباء السمنة المفرطة، زيادة الوزن، ان الواحد يبقى تخين طب ينتج عنه انه هو بيصاب بالسكر، وما ينتج عنه من زيادة متلازمة الايت ميتو بوليك ساندروم. لذلك اضطر الاطباء الى اجراء عمليات تخفيف الوزن. طبعا عمليات تخفيف الوزن برضو خطيرة، لان انا بزيل دهون موجودة في الجسم، فعند ازالة الدهون ممكن المريض برضو يتوفى. ومن الجدير بالذكر ان عمليات تخفيف الوزن لها مخاطر واضرار. لما افتح الجسم، افتح البطن واشيل الدهون الموجودة في البطن ممكن يؤدي للوفاة، واثار جانبية كما انها مكلفة، وتختلف نسبة نجاحها اعتمادا على جسم المريض ومهارة الطبيب طيب، اعراض مرض السكري. طبعا اعراض مرض السكري ديت، اول حاجة الاعراض العامة، اللي هي ومن الاعراض العامة والعلامات العامة لمرض السكري والتي يمكن ان تظهر على كل النساء والرجال، في اعراض خاصة بالنساء والرجال كلهم، وفي اعراض خاصة بالنساء بس، وفي اعراض خاصة بالرجال بس. طيب، ايه الاعراض الخاصة بالنساء والرجال كلهم؟ دي اعراض عامة: التبول المتكرر، شعور بالعطش الشديد، تعب جسدي عام، دوخة، اصابة بالتهابات جلدية، شعور بالجوع الشديد، حتى مع ان المريض بيأكل كتير وبرضه حاسس بالجوع، عدم وضوح الرؤية، وجود غباش او زغللة في العين، عدم التئام الجروح بالسرعة المعتادة، فقد تتطلب الجروح وقت اطول للالتئام، خسارة الوزن على الرغم من اكل جيد ومستمر، تنميل والم وتخدر في الاطراف الايدين والرجلين. طيب، في اعراض خاصة بالنساء، ومن اهم الاعراض والعلامات التي تظهر على النساء بشكل خاص: العدوى الفطرية في المهبل، تحدث العدوى بسبب نوع من الفطريات تسمى فطريات المبيضات، بالانجليزية كانديدا فانجايز، والتي تنمو بشكل كبير نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم، اذ ان السكر يعد الغذاء الرئيسي للفطريات. تتمثل اعراض عدوى المهبل بما يلي: افرازات مهبلية وحكة واحمرار وشعور بألم. اما التهابات الفم تأتي على شكل بقع بيضاء تغلف بطانة داخلية للفم، داخل الفم تلاقي في بقع بيضاء والتهابات، كل ده نتيجة الاصابة بمرض السكر. طيب، ايضا الضعف الجنسي في الانثى، حيث ان مرض الاعتلال العصبي السكري يدمر الالياف العصبية، وذلك تتجه لارتفاع الجلوكوز في الدم نتيجة عدم تنظيمه طبعا، والذي بدوره يسبب خدر وفقدان شعور في أجزاء مختلفة من الجسم مثل الأيدي والأقدام والساقين، وتؤدي هذه الحالة لانخفاض الإحساس في منطقة المهبل وانخفاض الدفع الجنسي عند المرأة. أيضا تكيس المبايض،
المبايض دي اللي بتنتج البويضات اللي هي بيحصل منها الحمل. ومن اعراض متلازمه تكاثر المبايض الدوره الشهريه غير المنتظمه، زياده الوزن، حب الشباب، كآبه، وقد ينتج عنها عقم. وقد تتسبب هذه المتلازمه بزياده مقاومه الانسولين الذي بدوره يؤدي لارتفاع مستويات السكر في الدم، وتزيد بذلك من خطر الاصابه بمرض السكري ان لم تكن المراه مصابه به فعلا. طيب، في اعراض خاصه بالرجال، ومن اعراض مرض السكري الخاصه بالرجال ضعف الانتصاب. استواجه نسبه كبيره من الرجال المصابين بمرض السكري صعوبه حدوث انتصاب او الحفاظ عليه. اصابه ايضا العضو الذكري بفطريات، ومن اعراضها ظهور بقع بيضاء على العضو الذكري والاحمرار والانتفاخ والشعور بالم وانزعاج. تمام، ما هي الاطعمه التي ينصح بتناولها لمرض السكري مرضى السكري؟ طبعا مرضى السكري انا عايز انظم عندهم الجلوكوز عشان الجلوكوز ما يرتفعش ويسبب لهم غيبوبه سكر. تمام، طيب انظمه ازاي؟ الهدف الرئيسي من اتباع نظام غذائي معين لمرضى السكري هو السيطره على مستويات السكر والجلوكوز في الدم ومنع ارتفاعه، وذلك لتجنب حدوث مضاعفات صحيه وقد تحدث بسبب ارتفاع مستوى السكر بشكل مستمر. وقد يكون اكتشاف افضل الاطعمه التي يمكن تناولها عند الاصابه بالسكري امر صعب، الا انه بشكل عام يمكن بيان بعض الأطعمة لكلا النوعين على النحو التالي. أول حاجة الخضروات والفواكه، يجب على مرضى السكري تناول ما لا يقل عن 5 وجبات من الخضروات والفواكه يوميا وذات الألوان المختلفة. ونذكر فيما يأتي بعض الأمثلة على الفواكه والخضروات لمرضى السكري. أولا الخضار الورقي، فهي تعد مفيدة جدا ولها قيمة غذائية عالية، وذلك لأنها تحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية وكميات قليلة من الكربوهيدرات التي تتسبب بارتفاع السكر في الدم. كما أن الخضار الورقي مثل السبانخ، اللفت وغيرها تعتبر مصدر غني بعدة فيتامينات، بجانب أنها ما فيهاش سكر، بجانب أنها ما فيهاش ألياف، ما فيهاش كربوهيدرات، كل ده بيساعد على تظبيط السكر في الدم. تكمن أهمية فيتامين جيم بأنه يقلل المؤشرات الالتهابية في الجسم. بالإضافة للخضروات الورقية تحتوي على مضاد الأكسدة لوتين بالإنجليزية لوتين وزياكسينين بالإنجليزية زياكسينين، والتي يكون لها دور في تقليل خطر حدوث مضاعفات تضر بالعيون مثل التنكس البقعي بالإنجليزية ماكيولار ديجنريشن، أو إصابة العين بالماء الأبيض بالإنجليزية كاتاراكتس. البروكلي إذ أن هذا النوع من الخضروات يعد من أكثر الأطعمة المغذية، فهو قليل بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، كما أنه غني بفيتامين جيم المغنيسيوم، بالإضافة للعديد من مضادات الأكسدة المفيدة لصحة العينين. الفراولة، تتميز الفراولة باحتوائها على نوع من مضادات الأكسدة يعرف بالإنسوسيانين بالإنجليزية إنسوسيانين، والذي يعتقد أن له تأثيرات مفيدة في مستويات سكر الدم والكوليسترول. كما تعرف الفراولة بكونها غنية بفيتامين جيم وقليلة بالسعرات الحرارية. الكوب الواحد من الفراولة يزود الجسم ب 49 سعر حراري. أيضا التوت، فهو يعد غني بمضادات الأكسدة مما يقلل من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالعديد من الأمراض. كما أن التوت بأنواع التوت الأزرق وتوت العليق وغيرها يعد غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة بشكل عام كفيتامين جيم والبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية. الكربوهيدرات الصحية، هل في كربوهيدرات صحية؟ أيوة، تتحطم الكربوهيدرات إلى جزيئات أصغر وتتحول إلى سكر الدم خلال عملية الهضم. بشكل عام يمكن القول أن هذه المجموعة الغذائية يجب أن تتشكل ما بين 45 و65 من السعرات الحرارية المتناولة. وينصح مريض السكري بحساب مقدارها في الوجبات والحرص على تناول الكمية نفسها يوميا للمحافظة على مستوى ثابت للسكر في الدم. فعلى سبيل المثال، إذا كان احتياجات شخص من السعرات الحرارية 2000 سعر حراري في اليوم، كان يهدف للحصول على نسبة 50% من هذه السعرات من الكربوهيدرات، فإن ذلك يعني أنه يمكن له تناول 1000 سعر حراري من الكربوهيدرات. وبالنظر إلى أن كل جرام واحد من الكربوهيدرات يزود الجسم بأربع سعرات، فيمكن حساب هذه الكمية بالجرامات عن طريق قسمتها على 4، مما يعني أن هذا الشخص يحتاج تناول 250 جرام 250 جرام يعني ربع كيلو من الكربوهيدرات. الألياف، وهي الأجزاء النباتية التي لا تهضم ولا تمتص من قبل الجسم. ومن الأطعمة الغنية بالألياف خضروات، فواكه، بقوليات، حبوب كاملة، وتساعد الألياف على تنظيم نسبة السكر في الدم بالإضافة لدورها في ضبط عملية الهضم. أيضا
مهم جدا. الاسماك تعد الاسماك مثل سمك السلمون والسردين والرنجة والانشوجة والماكريل من اكثر الاطعام المفيدة للصحة، وذلك لانها مصدر غني باحماض اوميجا 3 الدهنية، بالانجليزية اوميجا 3 فاتي اسيدز، والتي لها فوائد كبيرة لصحة القلب. لذلك يجب على مريض السكري المحافظة على تناول الأسماك بشكل منتظم لأنها أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. ومن الجدير بذكر أن السمك يعتبر أيضا مصدر مهم للبروتين المفيد للصحة، والذي يساعد على زيادة معدل الأيض والشعور بالشبع. منتجات الألبان، أيضا من الممكن لمرضى السكري تناول منتجات الألبان، لكن يجب أن تكون هذه المنتجات غير دهنية أو قليلة الدسم مثل الحليب أو لبن الزبادي أو الجبن. أيضا الدهون الصحية كالجوز واللوز والأفوكادو والزيتون، حيث تتميز هذه الأطعمة بأنها تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة بالإنجليزية مونو ناستيت فات، ودهون متعددة غير مشبعة بالإنجليزية بولي ناستيت ناسترد بالإنجليزية فات، من شأنها أن تخفض نسبة الكوليسترول في الدم. أيضا بذور الشيا، تعد بذور الشيا غنية بالكربوهيدرات القابلة للذوبان، والتي تبطئ سرعة امتصاص الطعام في الماء في الأمعاء، مما يبطئ من وصول السكر إلى الدم ويقلل من سرعة ارتفاع مستوياته في الدم. كما أن هذه الألياف تعزز الشعور بالشبع، مما يقلل كمية السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص. ايضا الاطعام التي يجب تجنبها لمرضى السكري، ايه الاطعام اللي يجب ان نقول لمرضى السكري ما تاكلهاش ما تتناولهاش نهائيا نهائيا؟ قد يؤدي مرض السكري لحدوث انسداد او تصلب في الشرايين، مما يتسبب الاصابه بامراض القلب وحدوث جلطات دماغيه، وقد تزيد بعض الاطعمه من خطر حدوث هذه المضاعفات. لذلك على مريض السكري تجنب تناول ما ياتي: الدهون المشبعه، تحتوي مصادر بروتين حيواني، لحوم، نقانق، سجوك، على كميات كبيرة من الدهون المشبعة غير الصحية، لذلك ينصح بتجنب تناولها. أيضا الدهون التقابلية أو المتحولة بالإنجليزية ترانز فات، ويوجد هذا النوع من الدهون في الوجبات السريعة، الأطعمة المحفوظة، سمن النباتي. يجب على مريض السكري ابتعاد عن تناول هذه الأشياء. ايضا الصوديوم الموجود في ملح الطعام، حيث يجب على مرضى السكري تناول كميات اقل من الصوديوم، اقل من 2300 ميلي جرام من الصوديوم يوميا. اما في حالة الاصابة بالضغط فينصح بتناول كميات اقل من 1500 ميلي جرام من الصوديوم يوميا. الكربوهيدرات المكررة كالخبز والارز الابيض وحبوب الافطار، كل دوت التي تؤدي لكميات كبيرة من السكر، والبطاطا المقلية والمشروبات المحلاة وكثيرة الدهون كالمشروبات الغازية والشاي المحلى والقهوة المنكهة والمحلاة والمضافة إلى الكريم ومشروبات الطاقة، كل هذه الأغذية يجب على المريض السكر تناولها. وفي النهاية أرجو الشفاء من الله سبحانه وتعالى لكل المرضى. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم تمام الصحة والعافية ورضا الله، والرجاء الاشتراك في القناة وضغط لايك على الفيديو ومشاركة الفيديو على فيسبوك وتويتر وتليجرام وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.